في جزء مفتقد بقى من تاريخ عفاف راضي هو المسرحيات. يعني في ناس ما شافت لهاش ولا مسرحيه لانه مش متاحين خالص. يعني في مسرحيه اللي هي الشخص موجوده. لا حضرتك عملتي كام مسرحيه؟ 13. اثنين في الاوبرا اللي هو الارمله التروب، دي حاجه يعني موزارت، موسيقى عالميه لكن تم ترجمتها للعربيه. وعرضتها يعني على مرتين في دار الاوبرا. عملت الاطفال نسمه سلام، دي اطفال اتصورت برضو بس ما اتذاعتش. يعني في حاجات ما بتتذاعش، مثلا لن تسقط القدس اخر حاجه عملتها مع الفنان الراحل نور الشريف، برضو ما اتذاعتش. يعني انا واحنا بنجهز الحلقه دي اول مره اشوف عفاف راضي على المسرح من مقطع متاخد من يوتيوب، يعني اول مره في حياتي كنت اشوفها على المسرح. لما بنقرا ونرجع للارشيف بنلاقي انه مؤسسات الدوله كلها كانت متحمسه جدا لصوت الشاب عفاف راضي في الوقت ده، اذاعه، تلفزيون، حفلات، وزاره ثقافه. حتى قيل وقتها انه جمال عبد الناصر شخصيا كان بيوصي على صوت الشاب عفاف راضي. ملابسات البدايات كانت عامله ازاي مدام عفاف؟ البدايات من اول ما ابتديت اغني طبعا هو كنت انا متميزه جدا في معهد الكونسرفاتوار، فكنت دايما الحفلات موجوده فيها بشكل مسيطر يعني، او موجوده ضروري فيها. ما اعرفش سمع عني الفنان بليغ حمدي، فاللي انا عرفته ان هو قال انا عايز عفاف راضي، صحي من النوم وقال لهم انا عايز الصوت ده. ما اعرفش سمع منين. كنت لسه بتدرسي؟ كنت انا لسه في الطالبه. كنت في تاني عالي تقريبا. يعني ما اتخرجتش لسه يعني. فالمهم رحت له وسمعته بقى موشحات، سمعته غنى اوبرا، وابتدى عمل لي رد السلام. عملك اغاني بديعه طبعا. وكان متحمس جدا ليا وبيتكلم عني في كل الصحافه وفي كل مكان. امال ليه بقى كانوا بيقولوا انه جمال عبد الناصر شخصيا كان داعم ليكي؟ ما بعد كده بقى لما هو عمل لي رد السلام اهو، عبد الناصر كان معجبا بصوت عفاف راضي وقال لي حاولوا تشجيعها. يعني هو رأس الدولة ساعتها حس انه ده صوت واعد. بالظبط. لما انا غنيت رد السلام طبعا كانت حفله كبيره مع عبد الحليم حافظ والاذاعه والتلفزيون كانت ذاعتها، فهو وصلوا ان الرئيس عبد الناصر وصلوا ان في صوت جديد في مصر، فقال زي ما حضرتك قلتي كده شجعوها، ده صوت واعد واحنا عايزين اصوات جديده وبلاش البيروقراطيه، وقفوا جنب الاصوات الجديده عشان احنا محتاجين لاصوات قويه في بلدنا يعني. فبعد الحكايه دي انا لقيت بقى الحنفيه مفتوحه في كل المحطات. يعني اقلب المحطه دي الاقيني، قلب. انا مستغربه، انا ما اعرفش ايه الحكايه يعني، ما عنديش خلفيه اللي حصل دي، ما اعرفهاش. ففي كل محطه الاقي الاغاني بشكل مستمر، الى جانب نجاحها الى جانب بقى الاهتمام الدوله بيها، كل ده كان يعني عمل لي نقله دفعه طبعا قويه جدا يعني. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.